لا تكف ميليشيات الحوثي عن إظهار وجهها الإجرامي من خلال ممارستها تجاه أبناء الشعب اليمني. فمع اختطافها الناشطات اليمنيات لم تتراجع عن تعذيبهن، مثل ما حدث مع أسماء العميسي المعتقلة في سجون ميليشيات الحوثي منذ أكتوبر 2016، والتي تدهورت صحتها إثر التعذيب الذي تتعرض له مع مختطفات أخريات. وأصبح السجن المركزي بصنعاء التابع لميليشيات الحوثي مركزاً لتعذيب المختطفات وتعرضهن لمعاملة غير إنسانية ومهينة من قبل زينبيات الحوثي، وهو ما كشفه تهديد أم الكرار المرواني مسؤولة سجن الحوثي للمعتقلات بأنهن لن يخرجن من السجن إلا جنازةً.